أطلق نجوم ومشاهير مغاربة حملة على منصات التواصل الاجتماعي تعبيرا منهم عن رفضهم لموجة الغلاء في الأسعار التي يشهدها المغرب في الآونة الأخيرة. الشعب تعب طوال اللعب السوسة زايدة. اختار مشاهير مغاربة من إعلاميين وفنانين ورياضيين مشهورين رفع شعار لا لارتفاع الأسعار بالمغرب، وهو الهاشتاج الذي تصدر الرتبة الأولى على منصة تويتر، كما أعرب من خلاله مجموعة من المواطنين المغاربة عن استنكارهم للزيادات المتتالية التي تعرفها المواد الغذائية. وكانت الممثلة رجوى الساهلي من أوائل المشاركين في الحملة، حيث ناشدت الملك محمد السادس التدخل للحد من الغلاء الذي ألم بشعبه. عاد لمهم ضحلت يا بلادي مريضة، مازالهم يضربوا فيها باش نبقى بعيدة ونعلي الراية. وقال الإعلامي رشيد الإدريسي إن الأسعار في ارتفاع مستمر منذ سنوات والأجور شبه جامدة، مضيفاً أن الأزمة لها تأثير مباشر على المواطن البسيط، أما الفقير فحدث ولا حرج وفق تعبير الإدريسي. كما دعا الإعلامي صامد غيلان في مقطع فيديو على حسابه عبر الإنستغرام الحكومة إلى تقديم أجوبة على أسئلة المواطنين بشأن إيجاد حلول والبحث عن تدابير لخفض الأسعار. فالآن كنتظروا إجابات، كنتظروا أن الناس يدويوا معنا، وكنتظروا كذلك حلول تكون شجاعة وقرارات شجاعة باش المغرب يقدر يمر من هذه الأزمة. وشكرا. وشاركت الممثلة مونيا لمكيمل بصورة لها معلقة عليها بالقول إن الغازوال يشهد غلاء غير مسبوق والمواد الغذائية في تزايد مستمر، وهناك أقلية من أصحاب الدخل المتوسط أو المحدود تعاني في صمت. أن الحكومة مطالبة باش تقول لنا سبب ارتفاع أو زيادة في الأسعار. نحن كمواطنين مغاربة حقنا نعرفوا علاش تزاد علينا في الأسعار. وتفاعل مع هذه الحملة الرقمية الرافضة لغلاء الأسعار بالمغرب مجموعة من الفنانين والرياضيين والإعلاميين إلى جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا عدم تدخل الحكومة في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار ارتفاعاً وصفوه بالمهول، كما انتقدوا توجه الحكومة إلى رفع الدعم تدريجياً على عدد من المواد الاستهلاكية. هذا وتحشد نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المغربية مناضليها من أجل خوض احتجاجات خلال الأيام المقبلة، وذلك للتنديد باستفحال غلاء الأسعار في البلاد. وانطلقت اجتماعات نقابة الكونفدرالية في مكاتبها الإقليمية لتحديد طبيعة الشكل الاحتجاجي الذي سيجرى خوضه، إضافة إلى التاريخ المعد للتنفيذ. ووجه مناضلو الكونفدرالية بالرباط انتقادات شديدة إلى الحكومة، معتبرين أنها لا تنفذ التزاماتها التي وعدت بها خلال الحوار الاجتماعي الأخير.